يقول الله تبارك وتعالى: ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل. بعد أن نبه الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على ما يكون منهم من الغدر والخيانة إذ همت طائفة منهم، وكيف أن الله رد كيدهم سبحانه وتعالى ونصر المؤمنين، ينبه الله تبارك وتعالى إلى حال هؤلاء القوم فقال: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، أي من قبل من اليهود والنصارى، ولكن هنا كما قلنا هي في اليهود، وسيأتي الكلام عن النصارى. قال: وبعثنا منهم 12 نقيبة. وهذه المواثيق التي أخذ الله تبارك وتعالى عليهم سيأتي الكلام عنها، ماذا أراد الله تبارك وتعالى منهم. والمواثيق هي العهود، أخذ الميثاق أي أخذ العهود على بني إسرائيل.